مرحبا من جديد. الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل أحادي بشكل أحادي يثير قلق الحكومة الإسرائيلية بشكل جدي، وهو ما بدا واضحا من تحركات حكومة نتنياهو التي رفضت الخطوة بشكل حاد. الخشية في الداخل الإسرائيلي تأتي بعد تزايد الضغوط الدولية للاعتراف بدولة فلسطين من جانب واحد، في ظل ارتفاع وتيرة التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني، خاصة بعد الحرب الأخيرة في غزة. من هذه الدول التي تود المضي قدما في هذه الخطوة فرنسا، حيث قال رئيسها إيمانويل ماكرون إن الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا. إسبانيا بدورها ترى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يصب في مصلحة أوروبا، مرجحة اتخاذ القرار خلال الأسابيع القادمة. كما أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال في تصريح له إن جزءا من السياسة البريطانية هو القول بأنه سيأتي وقت تتطلع فيه بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة. أما الولايات المتحدة فقد جاء ردها عبر تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر، مؤكدا انخراط واشنطن في ما أسماها عمليات تخطيط مستمرة حول أفضل السبل للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية. كل هذه التصريحات الغربية أجبرت إسرائيل على التحرك الفوري والشعور بالخطر، حيث أيد الكنيست ما أعلنت عنه حكومة بنيامين نتنياهو، وهو رفض أي اعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، وعدم السماح بأي إملاءات دولية بشأن إقامة دولة فلسطينية. تجدر الإشارة إلى أن نحو 140 بلداً يعترف بفلسطين كدولة، إلا أن أغلب دول أوروبا الغربية بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع لا تعترف بها، بحجة أنها غير ناتجة عن المفاوضات مع إسرائيل. ينضم إلينا من عمان الدكتور أمين المشاقب، الوزير الأردني السابق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية. ومن كاليفورنيا ينضم إلينا ماجد كيالي، الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بكما ضيفي الكريمان. سأبدأ مع ضيفي من الأردن دكتور أمين. يعني على كل الأحوال لنبدأ يعني التأسيس لهذا الحوار، الاعتراف بالدولة الفلسطينية هل يتعلق بإقامتها أم يمكن الاعتراف بها من دون أن تقام؟ يعني هي مرحلة أولى لقيام الدولة الفلسطينية بشكل عام. يعني من المعروف أنه منذ عام 1988 هناك حوالي 140 دولة اعترفت بوجود دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلت عام 67، وبالتالي هذا الاعتراف المبدئي الذي فرضه الرأي العام العالمي وفرضته الظروف القائمة الآن في غزة، وأنه استمرار هذا النزاع عبر 75 عام دون إيجاد حل. وطبعا هون يأتي أهمية هذا الاعتراف بحق تقرير الشعب الفلسطيني باستقلاله وقيام دولته في المستقبل، لكن هي مرحلة أولى من مراحل قيام الدولة الفلسطينية. طيب أستاذ ماجد، كبريات الدول الأوروبية أعطت الضوء الأخضر، كل ما يتم الحديث عنه، البعض يقول كل ما يتم الحديث عنه الآن من زخم باتجاه إقامة دولة فلسطينية هو بسبب الممارسات الإسرائيلية ومحاولة المحور الغربي بشكل عام أن يبقي ماء في وجهه، لكنه فعليا لا يهتم بإقامة دولة فلسطينية. يعني كل ما يصدر في الإعلام هذا كلام إعلامي فقط. طبعا تأكيدا على كلامك، أود أن أفيد هنا أن هذا الظرف الذي نعيشه اليوم لجهة احتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هذا الظرف المتوتر بشكل غير مسبوق، كنا شاهدنا يعني شيء مقارب له في فترة الانتفاضة الثانية 2000 إلى 2004. في تلك الفترة أيضا كان هناك تصاعد كبير في العمليات الفدائية والعمليات التبويرية، ويعني صار في خسارة كبيرة، يعني خسائر بشرية واقتصادية وبكل الأصعدة، إن كان على الجهة الفلسطينية أو الجهة الإسرائيلية. وفي تلك الفترة
قامت الإدارة الأمريكية أيضا بالتلويح بفكرة الدولة الفلسطينية إلى حد أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن طبعا في تلك الفترة أصدر أو قدم خطة اسمها خطة خريطة الطريق معروفة تنص على إقامة دولة فلسطينية من العام 2002 ل 2005 ضمن خطوات محددة وملموسة من الطرفين ومن المجتمع الدولي. لا بل إن الرئيس الأمريكي في ذلك الحين استصدر يعني هو مجموعة الدول في مجلس الأمن الدولي تم استصدار قرار القرار 1397 الذي ينص للمرة الأولى كقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي ينص على إقامة دولة فلسطينية. إلا أن تلك الدعوة أيضا ذهبت أدراج الرياح وبقيت مجرد حبر على ورق منذ ذلك الحين. أنا أقصد أننا يجب أن نميز هنا بين الدعوات السياسية أو الأطروحات السياسية التي تقدمها الإدارة الأمريكية للتسويق العام للترويج السياسي وبين الواقع الفعلي. الواقع الفعلي اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس صوتت ضد وقف إطلاق النار، ضد وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ضد وقف حرب الإبادة الموجهة ضد الفلسطينيين. الولايات المتحدة لليوم للإدارة الأمريكية حتى أنها تلتف على قرارات الكونغرس، بعض قرارات الكونغرس بشأن تصدير أسلحة لإسرائيل، وتستخدم قانون الطوارئ لتجاوز تلك القيود التي تفرض أحياناً بسبب المناكفات الداخلية طبعاً التي تفرض على إسرائيل. إذن يجب أن نميز بين هاي الدعوات باعتبارها دعوات للاستهلاك، على رغم أنه اليوم في زخم بهذا الطرح بدليل أنه الدول الأخرى يعني أقصد بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الكل بيحكي بالدولة الفلسطينية. لكن هاي الصورة اللي إحنا شايفينها اليوم كنا شهدناها أيضاً في العام 2002 لدى إصدار خريطة الطريق ولدى قرار مجلس الأمن الدولي 1397. هذا ما أود أن أقوله. ضيفي الكريمان، ابقيا معي لو سمحتما مشاهدينا في خضم كل هذه المواقف الدولية الضاغطة والتي تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. حظيت القضية الفلسطينية في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الأخيرة بنصيب وافر من الدعم المتزايد، حيث ظهر الموقف الأبرز من البرازيل التي تستضيف القمة في مدينة ريو دي جانيرو، وانتقد وزير خارجيتها ما أسماها الشلل غير المقبول لمجلس الأمن في التعامل مع القضية الفلسطينية، فيما طلب وزير الخارجية السعودي دول المجموعة بإجراءات مجدية لإنهاء الحرب ودعم مسار موثوق لا رجعة فيه نحو حل الدولتين. وبالتزامن مع انعقاد مجموعة العشرين، فقد حضر الملف الفلسطيني على طاولة البرلمان البريطاني، حيث عمت الفوضى قاعة البرلمان بسبب الحرب في غزة واستحالة من الغضب مع سعي الأحزاب الثلاثة الكبرى لإجراء تصويت على وقف لإطلاق النار في القطاع. طيب دكتور أمين، هذا فيما يتعلق بالمواقف الدولية، معظمها يسارية معظمها إنسانية، لكن فيما يتعلق بحل الدولتين وطرحه من الجانب الأهم هو الجانب الأمريكي، لابيد مثلا قال لنتنياهو أنت اخترعت تهديد غير موجود، علاقتي بالإدارة الأمريكية أفضل منك، لا يوجد أي اقتراح بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد. يعني كل ما يتم الحديث عنه إذا قوبل بفيتو أمريكي ما فائدته؟ هو صحيح زي ما تفضل الأخ كيالي إنه أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل في مجلس الأمن وخارج مجلس الأمن من حيث تزويد إسرائيل بالذخائر والأسلحة والأموال للاستمرار في عدوانها على قطاع غزة. هناك اختلافات داخل المشهد الإسرائيلي بين يعني اليمين المتطرف وجماعة الليكود والدينية الصهيونية تطالب بعدم الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة لعام 67، وبالتالي الولايات المتحدة الآن مدى جديتها ستظهر في الأيام القادمة بالنسبة لحل الصراع بشكل عام. نقول إنه اليمين المتطرف سعى إلى تفريغ أوسلو من مضمونها وتفريغ خارطة الطريق من مضمونها
ويتفاخر بنيامين نتنياهو هو الذي عطل قيام الدولة الفلسطينية عبر ما يزيد عن 17 عام منذ يعني تولي السلطة عام 1996 كرئيس للوزراء في إسرائيل. وبالتالي اليمين المتطرف يرفض رفضا قاطعا قيام دولة فلسطينية. وكما ذكر نتنياهو قبل يومين أن القبضة الأمنية أو السيطرة الأمنية ستبقى لإسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة ومن النهر إلى البحر. وبالتالي هذا يدحض أي توجهات يعني أمريكية بالنسبة للموقف المتطرف اليميني. نحن نقول كذلك واقعيا على أرض الواقع الآن نتحدث عن 176 مستوطنة، ونتحدث عن 186 مستوطنة عشوائية، و750 ألف مستوطن داخل الأراضي المحتلة في الضفة الغربية. وبالتالي هذا الاستيطان والأمل يعني والعدد في الزيادة. إذن مع كل هذه المعطيات التي ذكرتها، أن تعترف أربع دول مهمة عالمية كبرى بالدولة الفلسطينية، ماذا يعني؟ هل لذلك ثقل أم لا؟ نعم له ثقل. أنا ذكرت وذكر أخي مدى مصداقية أمريكا عليها question mark كبير، لكن كثير من الدول في العالم تسعى إلى الاعتراف للأبعاد الإنسانية والأبعاد الأخلاقية وطول فترة هذا النزاع. النزاع الوحيد الذي لم يحل عبر 75 عام هو الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبالتالي وجود دولة كفرنسا وأسبانيا وبريطانيا، يعني أربع دول في مجلس الأمن الآن اللي لهم حق الفيتو، هم موافقين على إقامة دولة فلسطينية. لكن عمليا هنا يأتي المخاض اللي راح يكون طويل في إقامة هذه الدولة الفلسطينية، لأنه ليس من السهولة بمكان بالمقارنة أن المجتمع الإسرائيلي 76% منه يتجه نحو اليمين المتطرف أو المتدين. وبالتالي الحكومة الحالية يهيمن عليها الصهيونية الدينية بن غفير وسموتريتش وغيرهم من الوزراء الدينيين، إضافة إلى أنه المجموعة 64 صوت في الكنيست هي الحلف الذي يستند إليه نتنياهو. ونتنياهو يريد إبقاء حكومته أطول فترة ممكنة، ومن هنا هو يسعى لاستمرار الحرب ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة لإرضاء اليمين المتطرف. سيد ماجد، اليوم لدى المشاهد العربي مجموعة معطيات شاهدها على التلفاز، مجموعة أخبار: عملية في معالي أوديميم هذه المستوطنة، جلسة للمحكمة الدولية شاهدنا المرافعات والحديث عن الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير، جلسة لمجلس الأمن عن فلسطين، وفي غزة نشاهد استمرار للعملية العسكرية. المشهد غير مترابط على الإطلاق، يعني حتى لو تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ما زالت العمليات العسكرية مستمرة. هنا يجب التوضيح، أنه يجب أن نميز بين الموقف العملي، الموقف الفعلي للإدارة الأمريكية، والموقف النظري. من ناحية فعلية، الإدارة الأمريكية مثلا أنه حتى رفض دولة بمنزلة عضو مراقب في الأمم المتحدة، الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية وقفت ضد ذلك في 2009. يعني بان وجود باراك أوباما المعروف بتوتر علاقاته مع إسرائيل، وأنه مش كتير بحابة إسرائيل، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإدارة الديمقراطية اللي رئيسها واحد بمكانة باراك أوباما وقف ضد قرار الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين بدولة كعضو مراقب. لا بل بالأمس، يعني قبل كم شهر ب 2023 أو آخر 2023، لدى انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أيضا عندما طرح ذلك القرار على الجمعية العمومية، الإدارة الأمريكية بإدارة بايدن وقفت ضد هذا القرار أيضا، في حين أنها عرضت كل الدول الحليفة إلها بما فيها الدول الغربية الكبرى.
ناحية ثانية يجب أن نعرف أن منظمة التحرير لا زالت في عرف الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لقرار الكونغرس الأمريكي الصادر 87 تعتبر كمنظمة إرهابية. يعني الحديث عن أنه مش بس حماس منظمة، لا، منظمة التحرير يرونها منظمة إرهابية. أيضاً تحدثت عن أنه الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن ندرك أن خلاف الولايات المتحدة الأمريكية مع حكومة نتنياهو، الحكومة اللي أكثر تطرفاً معروفة هيك في العالم حتى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، واللي كان في نبذ من إدارة بايدن لحكومة نتنياهو، إلا أن ذلك الخلاف هو خلاف فقط على طبيعة إسرائيل داخلياً في علاقة اليهود الإسرائيليين بحكومتهم وعلاقة وطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي في داخل إسرائيل، داخل المجتمع الإسرائيلي. لكن عندما بات الأمر يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين منذ اليوم الأول، الرئيس الأمريكي الذي لم يدعو نتنياهو لاستقباله بالبيت الأبيض ذهب هو شخصيا إلى إسرائيل والتقى بنتنياهو وقدم كل الدعم المالي والسياسي والعسكري للحكومة الإسرائيلية. حتى اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي ضد وقف إطلاق نار دائم. هذا من ناحية. ثانيا يجب أن نعرف أن الحديث الولايات المتحدة الأمريكية عن دولة فلسطينية تعتبره عديد من الشروط، من هذه الشروط ناهيك عن أنه طبعا دولة يعني منزوعة السلاح هذا إلى آخره. يعني يمكن إحنا ما لنا بحاجة لسلاح بهذا الوضع، أنه أي سلاح بده يواجه إسرائيل. لكن هذا محور دوليا، هذا محور يمكن نقاشه لوحده بعجالة لو سمحت. لدي فقط 10 ثواني. أقصد أنه في عنا في أمور أخرى تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية من الحكومة الفلسطينية أو من الدولة الفلسطينية المفترضة، اللي هي يعني تكون تحت الهيمنة الإسرائيلية في تنسيق أمني، تنسيق اقتصادي. يعني ربما السؤال الأبرز يجب أن يكون مدى قبول الفلسطينيين اليوم. نعم. تتحول إلى دولة فقط. نعم. هو تغيير بالاسم، تغيير. نعم. اسم السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية. شكرا جزيلا. هذا هو حدود من كاليفورنيا ماجد كيالي الباحث في العلاقات الدولية، عذرا لضيق الوقت. شكرا لضيفي من عمان أمين المشاقبل، الوزير الأردني السابق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية.